السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الخس بعد شهرين بالضبط من زراعته، وان شاء الله حنوريكم طريقة حصاده. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك لو عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه ثلاثة خطوط الخس اللي زرعناها لو لاحظنا امامكم، وهذا طبعا النمو ما شاء الله. طبعا بالنسبة للخس اللي تشوفوا فيه، احنا بدأنا بريه كل ثلاثة ايام، وبعد ما كبر واصبح بهذا الشكل نقصنا الري واصبحنا نرويه كل خمسة ايام، كل خمسة ايام مرة بالغمر. وبالنسبة طبعا للسميد، اول دفعة اعطيناها للنبات بعد شهر من زراعته سمدنا بالسميد الازوتي، ثاني دفعة كانت بعد يعني اسبوعين من الدفعة الاولى، واتوقفنا وضفنا دفعة فقط من السميد البوتاسي حتى يخشن من حجم الاوراق. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا شكل الخس لو لاحظنا امامكم. طبعا في ثمار او في يعني خس صار جاهز للحصاد مثل هذه النبتة لو لاحظنا امامكم، لو لاحظنا في نباتات صارت جاهزة للحصاد وفي نباتات مازالت صغيرة. طبعا حنقول بسم الله ونبدأ بإزالة الخس. لو لاحظنا منكم طبعا بالنسبة للخس مش حيعاود ينمو لأنه احنا طبعا قمنا بإزالته، فإن شاء الله بالنسبة لهذه النبتة ممكن تطلع معانا نباتات صغيرة وممكن تعطي أزهار وبعدها تعطي ثمار، فمن المستحسن يتم إزالتها لأنها مش حتنمو مرة أخرى. لو لاحظنا النبات اللي بتكون يعني حجمها ممتاز يتم إزالتها، لو لاحظنا منكم مثل النبات اللي تشوفوا فيه بيتم إزالتها، لو لاحظنا منكم ما شاء الله تابعناها في القناة، وإن شاء الله حنعمل حلقة حنخصص فيها حصاد الخس. طبعا أتمنى تكونوا متابعين الخس اللي زرعناه، إن شاء الله حتلاقوا رابط الزراعة والمتابعة في القناة، أتمنى تشوفوها. وإن شاء الله حنخصص حلقة للحصاد، وفي نهاية الفيديو أتمنى تشتركوا في القناة، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.